طابت أوقاتكم، نشرة أخبار الثانية والربع من صوت لبنان مع تحيات ألان زغيب، باسمة أبو سرحال وشرب العقاد. العناوين: لقاء مرتقب عصرا بين عون ودياب ورئيس الجمهورية يؤكد العمل لتثبيت استقرار لبنان. اعتصامات متنقلة وإقفال طرق صباحا في الشمال وكسروان. تأجيل تشييع سليماني في إيران بسبب التدافع الذي أدى إلى سقوط 40 قتيلا. ترامب: استهداف سليماني كان يجب أن يتم قبل 15 عاما. الإفراج عن زوج الفنانة نانسي عجرم بعد التأكد من أن ما قام به كان دفاعا عن النفس. لا جديد على صعيد الحكومة حتى الآن، إلا أن المعلومات أفادت بأن رئيس الحكومة المكلف حسان دياب سيزور قصر بعبدة عصرا للتشاور مع رئيس الجمهورية ميشيل عون في النقاط العالقة أمام تشكيل الحكومة، وعليه سيظهر ما إذا كانت الأسماء المطروحة لحكومة تكنوقراط ستبقى إياها أم سيلجأ حزب الله إلى أسماء محسوبة عليه مباشرة في هذا الظرف الإقليمي بعد مقتل قاسم سليماني. ولكن في كل الأحوال سيكون الملف الاقتصادي هو المحك، فهل ستتمكن الحكومة المقبلة من معالجته أم تكون مجرد شاهدة على الانهيار الكبير؟ رئيس الجمهورية ميشيل عون شدد على أن الاتصالات قائمة لتحسين الوضع السياسي من خلال الإسراع في تشكيل حكومة جديدة لتعزيز الوحدة الوطنية وتمكين السلطة التنفيذية من القيام بالمهام الوطنية الملقاة على عاتقها. إلى ذلك أبلغ عون المنسق الخاص للأمم المتحدة يانكوفيتش العمل على تثبيت الاستقرار وعدم تأثير التطورات الأمنية الأخيرة على الوضع الأمني اللبناني. وفي خلال لقائه قائد اليونيفيل حذر عون من استمرار لبنان في تلقي النتائج الجانبية للحروب في الشرق الأوسط، مؤكدا أهمية استمرار الهدوء على الحدود اللبنانية الجنوبية ومنع حصول أي تطور سلبي فيها. واحتجاجا على الطريقة التي يتم من خلالها تشكيل الحكومة ورفضا لسياسات السلطة الاقتصادية والمعيشية، استعاد الثوار نشاطهم ولاسيما شمالا عبر إقفال الطرق في وقت تواصلت الاعتصامات المتنقلة أمام الإدارات والمؤسسات الرسمية. وفي كسروان أقفل شبان أوتوستراد صربة تحت جسر السولديني قبل أن يعاود الجيش فتحه. وفي البقاع أقفل محتجون سرايا زحلة ووزارة المالية بعلم لبناني كبير ومنعوا فتح مركزي أوجيرو وليبان بوست. وأمام قصر العدل في بيروت نفذ اعتصام لمطالبة المدعي العام المالي بتحريك دعوى استعادة الأموال المنهوبة. كل التفاصيل مع مجدلين عيد. التحركات الاحتجاجية حطت اليوم أمام قصر العدل في بيروت، حيث نظم ناشطون وقفة لمطالبة القضاء بالعمل على استعادة الأموال المنهوبة والمهدورة من الهبات الفرنسية. في أشخاص عرفنا أنه هن استلموا هيدي الأموال، اليوم عم يتم هيدا التحقيق مع هيدا الملف لنشوف لوين بده يوصل بخوتين. يعني نحن هون عم نأكد بهالنقطة هاي بعد 70 يوم على القضاء أنه يتحرك. بعد 70 يوم الملفات كلها انفتحت بالإثبات وبالبراهين عن أشخاص بالأسماء، ما انفتح بعد ولا تحقيق. من طالب القضاء أولا بالملف تبع الأموال المنهوبة بالموقوفين بكل الأحكام يلي الفساد، وين صار هالملفات؟ الاعتصام نفذ تزامنا مع استماع النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم للمحامي جهاد زبيان في الإخبار المقدم منه عن هدر في 5 وزارات. ضمن إطار رسمة الديون اللبنانية والهبات اللبنانية تقدمت فرنسا بتبرعات بمليارات الدولارات وأدينت لبنان مبالغ أخرى إضافية بمليارات دولارات. هذه الأموال خذرت في لبنان على مشاريع وهمية ومزقت ملفاتها كاملة، فهي الأموال المفروض تسترجع. اليوم الدولة اللبنانية على وشك الإفلاس بسبب النهب من العام من ضمن أموال عامة فرنسية وخليجية وغيرها، لكن أنه فرنسيين في رقم واضح قداش النهب. طلبنا الرئاسة الفرنسية بأنه تفرج عن مستندات تحت إيدها لتحصيل أموال عامة لبنانية وفرنسيين. زبيان لفت إلى أن الإخبار عن هدر في وزارات الصحة، التربية، الطاقة، الأشغال والمالية. مجدلين عيد، صوت لبنان. وفي طرابلس إقفال عدد من الطرق الداخلية بالإطارات المشتعلة واعتصامات أمام السراي ومحطة كهرباء
كهرباء دير عمار، روعة الرفاعي. عاشت شوارع طرابلس اليوم أجواء من الكر والفر بين عدد من المحتجين وعناصر الجيش اللبناني، حيث عمد المحتجون ومنذ ساعات الصباح الأولى إلى قطع طريق البحصاص الهيكلي بالإطارات المشتعلة. ملابس عناصر من الجيش اللبناني انعمدوا إلى فتحها، لكن إقفال الطريق منع الطلاب من الوصول إلى الجامعة، ومن البحصاص انتقل الثوار إلى الشوارع والطرقات الفرعية وعمدوا إلى إقفالها إما بالإطارات المشتعلة وإما بالسواتر الحديدية أو بمستوعبات النفايات، مما خلق أزمات سير خانقة في شوارع طرابلس وأدى إلى مواجهات بين المواطنين الذين علقوا داخل سياراتهم وبين المحتجين. لكن الجيش اللبناني وفي كل مرة كان يتدخل لفض الإشكالات، وكان الثوار قد أقدموا على إقفال مالية طرابلس ومنع الموظفين من الدخول إليها، لكن الجيش أبعد الثوار. أما أمام سنترال التال فالمشهد اختلف، حيث منع الثوار كل الموظفين من الدخول وأبقوا على إقفاله. أيضا نفذ عدد من المحتجين اعتصاما أمام سرايا طرابلس مطالبين باستقالة المحافظ رمزي نهرة ومدير شؤون المحافظة لقمان الكردي، وذلك وسط تدابير أمنية اتخذتها القوى الأمنية في محيط السرايا. وردد المحتجون هتافات طالت المحافظ، كما وطالبوا بإطلاق سراح عدد من الموقوفين الذين تم توقيفهم أثناء الحراك في طرابلس والمناطق. الثوار قالوا لصوت لبنان: نحن وعدنا النظام بأنه بعد عيد رأس السنة حيصير إنها تحركات موجعة، وها هي عم تبرهن. امبارح نزل آلاف المواطنين الثوار على الأرض وعبروا عن غضبهم وورجوا النظام بأنه طرابلس عروسة الثورة ما زالت على الأرض، وكل لبنان الساعة على الأرض، وحنستمر لحتى أسقاطهم ونكفي مشروعنا لآخر دقائق. نحن عنا مطلب، في عنا شاب لأنه موقوف صاروا 42 يوم حز الشغب اسمه فضل أحمد الدرج، لأنه طرابلسي موقوف ناسب سمنة وناسب زيت، هذا الأمر عاب عليهم. نحن بدنا دولة عدلة وبس، ما بدنا غير هيك. اليوم سيكون هناك سلسلة ندوات ومحاضرات ضمن خيمة مدرسة المشاغبين وساحة ومساحة، حيث سيكون هناك جلسة نقاش عن التصعيد في القانون والتدخل في المصارف مع المحامي فهمي كرامي. من طرابلس، روع رفاعي، صوت لبنان. وأمام مكتب جرائم المعلوماتية اعتصام تضامني مع الناشطة نضال أيوب تراز الخوري. هكذا بدأ الاعتصام أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، فعلى صوت الثوار مطالبين بالحرية للإعلامية نضال أيوب. ما هي التهمة المسندة إليها؟ جاي شوفني شو بدهم يقولوا لي، أنا ما عندي شيء قلهم إياه. الدعوة اللي انرفعت ضدي هي دعوة كيدية، وكل التهم اللي فيها باطلة. التهم هي قطع وذم وسب الذات الإلهية، تحقير الرئيس ونيل من هيبة الدولة، رفع حسام مرتضى اللي هو ما عنده صفة الادعاء الشخصي، تنشي دعوة كيدية لأنه رفع بعد ما أنا رفعت دعوة عليه لأن فبرك فيديو من هي نضال أيوب، اتهمني أنه أنا CIA وعميلة وعم نفذ أجندات صهيونية وعندي خلايا بجند عالم هون لحسابه. وبعد الانتظار والمطالبة بخروجها، على التصفيق عند مشاهدة نضال تخرج وترفع علامة النصر، كيف كانت الأجواء؟ ما جاوبت على ولا سؤال جوا، تمنعت عن الإجابة لأنه استدعائي أصلا ما عنده ولا أي صفة قانونية حتى يستدعيني، وتاني شيء لأنه هو ما استدعى وأنا اللي رفعت دعوة عليه. بعد التحقيق مع نضال جاء دور غادة التي جرى التحقيق معها على خلفية وضعها بوست على فيسبوك. من أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، تراز الخوري، صوت لبنان. جنوبا نفذ اعتصام أمام شركة كهرباء لبنان في صيدا احتجاجا على انقطاع الكهرباء منذ أيام. أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية في صيدا تضامنوا مع الدكتور عصام خليفي رئيف الملاح. تضامنا مع الدكتور عصام خليفي، نظم أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية الفرع الخامس في صيدا بالتنسيق مع الحراك الطلابي اعتصاما أمام مبنى الجامعة في المدينة، وحمل المتظاهرون لافتات أكدت أن معركة ملفات الفساد في الجامعة بدأت لتحرير الجامعة من المحافظة والهيمنة. الدكتور علي شكر قال لصوت لبنان: نحن بالمبدأ المعركة الأساسية تبعتنا بالجامعة اللبنانية هي معركة الجامعة بالدرجة الأولى ومعركة الوطن بالدرجة الأولى أيضا، لأنهم ما بيتفرقوا عن بعضهم.
الفكرة هي أنه السعي لحصانة الأستاذ الجامعي ولحماية الجامعة اللبنانية ولرفع الصوت بإبعاد التدخلات السياسية عن هذه الجامعة، لأنه التدخلات السياسية وصلتها إلى مرحلة يعني على شبه على حافة الانهيار. من جهتها الناشطة خلود حاموش عبرت لإذاعتنا عن تضامنها مع الدكتور خليفي داعية لرفع الصوت وفتح ملفات الفساد في الجامعة اللبنانية ومحاسبة الفاسدين والمتمولين على حساب طلاب الجامعة الرسمية. دكتور معنا بالجامعة، نحن ندرس كتبه بالجامعة والعلوم السياسية وبالحقوق، هو طول عمره فاتح ملفات الفساد بالجامعة اللبنانية، وصار في وقت انه الواحد يرفع صوته، وصار في وقت كمان انه نرجع نحن نفتح ملفات الفساد بالجامعة خاصة بالانتهاكات اللي عم بتصير. انسايدر رئيف الملف صوت لبنان. الدكتور خليفي تحدث عبر برنامج نقطة على السطر من صوت لبنان. ما بتقوم دولة وما بتقوم مجتمع بدون قضاء. نحن بهذه الأزمة اللي عم نمر فيها، القضاء هو باب الضوء للخروج من المأزق. خلي حاكم الفاسدين، لأنه شعبنا انتلى من الفساد ومن الظلم. وقت بيشوف في محاكمة الفاسدين بيصير يأمل، وإلا نحن قادمون على فوضى وعلى عنف وعلى انهيار. بعد الفاصل، خامنئي يريد ردا مباشرا على المصالح الأمريكية. في معشات المساء ليوم الثلاثاء، بعد كلمة نصر الله، هل يحيد لبنان فعلا عن الرد الإيراني؟ أي حكومة بعد عملية اغتيال قاسم سليماني؟ وهل يتجه حزب الله إلى التشدد الداخلي؟ الجواب مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حارس سليمان. معشات المساء من صوت لبنان بعد نشرة أخبار الخامسة والربع. إعداد وتقديم إلان زغيب عيسى. بعدما وصل جثمان قائد فيلق القدس قاسم سليماني إلى مسقط رأسه في مدينة كرمان جنوب شرقي إيران تمهيدا لتشييعه إلى مثواه الأخير، تم تأجيل دفنه بعد حادث تدافع أدى إلى سقوط 40 قتيلا ومئات الجرحى. وفي العراق شيع نائب قائد الحشد الشعبي أبو المهدي المهندس في البصرة قبل أن يوارى في الثرى في النجف الأشرف. في هذا الوقت وافق مجلس الشورى الإيراني بالإجماع على تصنيف البنتاغون وكل القوات الأمريكية حول العالم على قائمة إيران للمنظمات الإرهابية، وألزم الحكومة الإيرانية باقتطاع مبلغ 200 مليون يورو لدعم قوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري. قائد الحرس الثوري قال إن لا مكان آمنا للولايات المتحدة في المنطقة، مضيفا أقول للأمريكيين إننا سندمر المكان المحبب إلى قلوبهم. الأمين العام للمجلس القومي الإيراني علي الشماخاني أكد أن لدى القيادة الإيرانية 13 سيناريو للرد، وأشار إلى أن انتقام طهران لمقتل سليماني لن يكون عبر توجيه ضربة واحدة محددة. صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مصادر إيرانية أن مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي يريد ردا مباشرا على المصالح الأمريكية تنفذه القوات الإيرانية بنفسها. في المقابل، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن استهداف سليماني كان من المفترض أن يتم قبل 15 عاما، وقال إن الرئيس السابق باراك أوباما صنف سليماني إرهابيا، لكنه لم يفعل شيئا سوى منح إيران 150 مليار دولار نقدا. موقع الإدارة البحرية الأمريكية الإلكتروني جدد التحذير من تهديدات للسفن التجارية من جانب إيران ووكلائها في الخليج والمنطقة المحيطة. وزير الخارجية البريطاني أكد تطلع لنزع فتيل التوتر مع إيران، وقال إن مبعث القلق هو أنه لو اندلعت حرب فستكون مدمرة للغاية. واشنطن بوست ذكرت أن الإدارة الأمريكية بدأت إعداد عقوبات ضد العراق على خلفية تصويته على قرار إخراج القوات الأمريكية. قررت المحامية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون الإفراج عن الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم بعد اطلاعها على الملف وأفلام كاميرات المراقبة والأدلة وتأكدها بأن ما قام به كان دفاعا مشروعا عن النفس، على أن يتابع التحقيق بالملف لدى قاضي التحقيق في جبل لبنان. أصدر الادعاء العام في اليابان مذكرة اعتقال في حق زوجة كارلوس غوسون.
لا أزمة غاز في الأفق، هذا ما أكده لإذاعتنا رئيس نقابة موزعي الغاز عبد الهادي العبيدي عبر برنامج وصل صوتك. الأعياد والأعطال تأخير الطوافي العامل الطقس هو أدى لزيادة الطلب على مادة الغاز. أضف إلى ذلك أنه الاعتماد اللي كانوا الشركات مقدمينه لا مصرف لبنان كان عم يتأخر ليفتحوا له نيل، فبالتالي كانت البواخر اللي عم بتجي على لبنان عم تتأخر لحتى توصل. لو قلناها مثل ما بقول على مضض أنه الاعتمادات كانت ما في تسريع بفتح الاعتمادات، إن شاء الله بنقول ما بقى في أزمة، المادة حتكون متوفرة ولا داعي للتخزين والتهافت والهلع. والآن إلى الأحوال الجوية. بدأ لبنان بعد ظهر اليوم التأثر بمنخفض جوي جديد يحمل معه الأمطار والثلوج، ومن المرجح أن يستمر تأثيره حتى نهاية الأسبوع. إذن لقاء مرتقب عصرا بين عون ودياب، ورئيس الجمهورية يؤكد العمل لتثبيت استقرار لبنان. اعتصامات متنقلة وإقفال الطرق صباحا في الشمال وكسروان. تأجيل تشييع سليماني في إيران بسبب التدافع الذي أدى إلى سقوط 40 قتيلا. ترامب: استهداف سليماني كان يجب أن يتم قبل 15 عاما. الإفراج عن زوج الفنانة ناسي عجرم بعد التأكد من أن ما قام به كان دفاعا عن النفس. النشرة انتهت، نشكر لكم إصغاءكم.